إذن استمرارا لسلسلة الزيارات التي يقوم بها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، هذه الزيارة الآن لدولة الإمارات العربية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة. الآن تفاصيل هذه الزيارة وما جاء فيها على المستوى الاقتصادي والتنموي من توقيع اتفاقيات أيضا وأطر ثنائية وغيرها من مذكرات التفاهم ستكون حاضرة في محورنا القادم مع ضيفنا الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمار والدراسات. مساء الخير دكتور. مساء النور. مساء النور. يا مرحبا. إذن دعنا نتحدث بداية عن الأهمية الاستراتيجية لهذه الزيارة التي قام بها جلالة السلطان. بكل تأكيد هي يعني زيارة مهمة وحقيقة يعني أتت في وقت كذلك مهم. صح. يعني الكل يعني يتفق إنه هناك متغيرات متسارعة في العالم. يعني في كل الميادين، يعني نتكلم عن 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 تغيرات في الجوانب الجيوسياسية ولا تغيرات في جوانب حتى في الأنواع المناخية، وأصبحت هذه التغيرات تستوجب يعني على الدول أنها تتقارب. وحقيقة يعني كل هذه التغيرات يعني فرضت على عمان وعلى دولة الإمارات وعلى كل دول العالم أنها تبحث في 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 مجالات تقارب تكون أعمق من 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 السابق. يعني وهنا نتحدث عن شراكات استراتيجية، ومولانا يحفظه الله ذكرها وفندها بالتفصيل في خطابه، انه احنا يعني نسعى الى ان نكون ابعد من مجرد صحيح. الشراكة. الجوانب التاريخية والجوانب يعني الشخصية والاجتماعية في العلاقات العمانية الإماراتية يعني واضحة، واعتقد اشبعت حديثا. صحيح. انا يعني راح اركز اكثر على الجوانب الاقتصادية لأن هناك مكامن قوة حقيقة عمان تتمتع فيها، وممكن للأخوة في دولة الإمارات يعظموا الاستفادة منها بحيث أنه نرتقي إلى 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 مستوى أفضل من التعاون. كذلك صحيح. الإخوان في دولة الإمارات يعني هناك في مكامن قوة لديهم حقيقة ومكتسبات معينة ممكن لنا هنا في عمان بحكم يعني مكامن قوتنا أنه نخلق نوع من التشبيك لهذه مكامن القوة ونتحرك. يعني المتابع للأرقام والإحصائيات حقيقة سواء في مجال التبادل التجاري أو الاستثماري أو حتى فيما يتعلق بالصادرات والواردات، هناك حقيقة قفزات. يعني الصحف المحلية وحتى أنتم في قنوات التلفزيون استعرضتوا بعض الأرقام. صحيح. ولكن صحيح. حقيقة يعني الكل يتطلع أنه في المرحلة القادمة بعد هذه الزيارة التاريخية التي فتحت كثير حقيقة من الآفاق، يعني واللي يعني برهن عليها عدد الاتفاقيات اللي تم حقيقة التوقيع عليها، كذلك الأريحية صراحة الأريحية اللي تمت فيها الزيارة والترحيب الواسع بمولانا الله يحفظه في دولة الإمارات. ويعني الكل يتفق أنها ضرورة حقيقة، ضرورة. صحيح. ملحة. يعني الإمارات تجار والإمارات يعني أشقاء، وبالتالي أعتقد يعني سنشهد في المرحلة القادمة تسارع في 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 مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وكذلك حتى الاجتماعي. هناك مشاريع أعتقد راح نتحدث عنها في قادم الوقت، يعني راح تذلل كثير من التحديات الحالية فيما يتعلق بالانتقال سواء للأفراد، سكة الحديد مثلا. نعم. نعم، سواء انتقال للأفراد أو انتقال السلع أو حتى انتقال رؤوس الأموال، لأنه التقارب يبنى على 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 سرعة وسهولة الانتقال. وحقيقة يعني معول كثير على 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 مشروع القطار العماني. صحيح. الإماراتي، واللي هو حقيقة يعني راح يكون لبنة قوية ومهمة في المرحلة القادمة. أنت أشرت لنقطة جدا مهمة، هي أن الآن نحن نخطو خطوات باتجاه تعميق هذا التعاون لمفهوم أشمل هو التكاملية والشراكة الحقيقية. الآن ما هي أبرز المجالات التي تم توقيع فيها اتفاقيات ومذكرات تفاهم؟ هو طبعا الاتفاقيات اللي تم توقيعها يعني أتت عن دراسة متأنية حقيقة، يعني كان تحضير جيد للزيارة قبل أن تبدأ، ولذلك نجد أن القطاعات اللي تم التوقيع فيها أو إفساح المجال لها هي قطاعات كلها مهمة. يعني واحد يعني من القطاعات أنا اللي دائما نتحدث عنها الطاقة الحديثة، اللوجستيات وهو مشروع القطار.
صحيح. وهذا مثل ما قلت هو مشروع مفصلي راح يعني يسهل من حركة الأفراد، يسهل من حركة السلع، وهذا جانب مهم، لأنه حقيقة يعني حجم أو نشاط سواء المطارات في دولة الإمارات أو الموانئ في دولة الإمارات حقيقة كبير، وبالتالي يهم المنتج العماني والسوق العماني الذي يعني قد يكون ضيق نسبيا أنه يستفيد من الاتساع الموجود من خلال يعني الموانئ الإماراتية والمطارات الإماراتية، لأنه بنت حققت مكاسب يعني أيضا انفتاح المناطق الحرة في صحار وفي صلالة والدقم ووجود هذه الشبكة الحديد سيساهم أيضا في إعادة التصدير بكل أيضاً. تأكيد يعني هذا راح يأخذنا إلى 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 يعني واحدة من المزايا النسبية اللي موجودة معانا ما موجودة مع الأخوة في دولة الإمارات، وهي قطاع السياحة. قطاع السياحة طبعا عمان يعني الكل يعني من أقصاها إلى أقصاها بلد جميل، بلد سياحي من الطراز الرفيع، والإمارات يعني من زار الإمارات في السنة الماضية أكثر من 28 مليون، بينما من زار عمان حدود 2 إلى 3 مليون فقط. وبالتالي المنتج السياحي ممكن أن يكون واحد منتج عماني إماراتي، وممكن أن يستفاد من 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 يعني تدفق السياح والمستثمرين إلى الإمارات أن يكون منتجها كذلك عماني. الآن أصبح التنقل بين السياح في دول مجلس التعاون أصبحت فيه سهولة. بكل تأكيد هذا كان قطاع مهم حقيقة، وأعتقد أنه هذا راح يحقق مكسب حتى لدول الأشقاء في دولة الإمارات. عندنا قطاع اللي هو قطاع الطاقة، سواء الطاقة التقليدية اللي عمان تمتلك فيه ميزة نسبية، عمان يعني من الدول القلائل اللي عندها تقنيات الانتاج النفط المعزز في من مكان باستخدام سواء البخار او 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 او, أو الحقن الكيماوي او غيره. دولة الامارات او غيرها من الدول ستحتاج حقيقة، والحمد لله في شركات عمانية من شباب عمانيين بدأوا حقيقة ب يعني تطوير الاعمال في دولة الامارات في هذا المجال. القطاع الطاقة الجديد او الطاقة المتجددة وما يسمى ب يعني التحول البارادايم الجديد فيما يتعلق بالهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. التكامل يعني ما يعني حاليا في تحدي كبير فيما يتعلق بنقل الهيدروجين فرضا. التكامل هنا راح يخدم الملف، يقلل الكلفة بكل تأكيد. يعني عندنا شركة هايدروم من الشركات اللي أوجدت لنفسها مكان في هذا القطاع، كذلك شركة مصدر في الإمارات، وأعتقد أنه في فرصة لتبادل الخبرات أيضا في نعم في مجال حقيقة نوعي وجميل، وهو مجال يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا، ولذلك هناك في صندوق جسور للاستثمار في هذا المجال، لأنه حقيقة العالم يعني أصبح قرية واحدة. تم ضخ 130 مليون دولار. نعم، وهذا يعني حقيقة مطلب، ويعني هذا راح يعمل قفزة في الاستثمار في هذا القطاع. يعني يقال أنه الوقود القادم أو النفط القادم هو الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والجديدة، وبالتالي حقيقة يعني لو لاحظت كل هذه القطاعات اللي تم يعني توقيع اتفاقيات فيها كلها قطاعات مفصلية أولا، وقطاعات يعني تم استشراف مستقبلها بتأني يعني، ويعني الكل حقيقة يعني يضع الآن مثل ما يقولوا الكرة في ملعب القطاع الخاص. يعني هذه الزيارة زيارة مولانا الله يحفظه تفتح آفاق وتؤطر لعلاقات قوية بين عمان والإمارات، ولكن حقيقة اللاعب الحقيقي هم الشركات العمانية. لذلك دور غرفة التجارة وصناعة عمان وضرورة تقاربها مع غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، رجل الأعمال العماني، التاجر العماني، المصنع العماني يجب أن يعظم الاستفادة من هذه التقارب. نعم دكتور، أنت أشرت لمشروع سكك الحديد، بعد ذلك تحدثت عن الطاقة المتجددة، وانتهيت بمشروع قصور. دعنا نبدأ من حيث انتهيت الآن. مشروع قصور، هذا المشروع إنشاء صندوق تم ضخ فيه تقريبا 130-180 مليون دولار. نعم. أهمية الاستثمار في هذا الصندوق الذي يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما هي؟ بكل تأكيد هو أساس أي تقدم في أي قطاع هو الاستثمار. وحقيقة يعني مأخوذ سواء على عمان أو على دولة الإمارات، هناك نقص في حجم الاستثمارات، لذلك يأتي الصندوق في هذا القطاع المهم، لأنه يعني لا خلاف على أنه هذا القطاع هو من سيقود القاذرة ومن سيوفر كذلك
كذلك معطيات لقطاعات أخرى لتنطلق. يعني هذا الصندوق وهذا المبلغ حقيقة أتى في 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 وقت مهم وفي قطاع مهم، ونتأمل حقيقة أن تستفيد منه شركاتنا المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتستفيد يعني دولة الإمارات الشقيقة حقيقة هم لديهم تجربة ناجحة فيما يتعلق بحاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المجالات أيضا في غاية الأهمية، مجالات التكنولوجيا المالية، الجانب التقني، أيضا فيما يتعلق بالرعاية الصحية واللوجستيات كذلك. نعم نعم نعم، له هو القطاع اللوجستي كما ذكرت، يعني عمان تتفرد فيه ميزة حقيقة عن كل دول الخليج. القطاع اللي هو بحكم إطلالتها على 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 المحيط الهندي وبعدها عن مضايق ضيقة، وبالتالي هذا مكسب لكل تقارب سواء مع دولة الإمارات الشقيقة أو مع المملكة العربية السعودية أو باقي دول الخليج حقيقة. يعني ما يثلج الصدر أنه 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 هناك زيادة في الأرقام، يعني لما تلاحظ أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر حقيقة تجد أن الإمارات يعني لها ثقل، يعني أكثر من 10% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عمان تأتي من دولة الإمارات. تجد أنه في مجال الصادرات اللي هي الصادرات العمانية، أنا لا أتحدث عن الصادرات النفطية، الصادرات غير النفطية، نجدها الإمارات كانت في المرتبة الأولى، الآن أتت في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، يعني في حدود مليار ريال عماني هي صادراتنا إلى دولة الإمارات. كذلك من حجم الاستيراد، يعني هناك تركز كبير حقيقة، أكثر من 40 إلى 43% من المستوردات وارداتنا من السلع دولة الإمارات. من دولة الإمارات. وحقيقة يعني هذا قد يعني هذه الواردات جزء منها تكون مدخلات لعمليات إنتاج وعمليات تصنيع وعمليات، وبالتالي ستزيد من عملية كذلك وجود خط القطارات سيسهل من عملية التصنيع والمزايا النسبية في قطاعاتنا المختلفة، ومن ثم تسويقها للعالم الخارجي. بما أنك أشرت للقطارات، الآن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية العام الماضي تقريبا 5.4 مليار، الآن كيف ستخدم هذه الاتفاقيات وسكك الحديد وغيرها أيضا من المشاريع جهود رفع هذا الرقم؟ بكل تأكيد، هو شوف التجربة الأوروبية خير برهان، يعني وجود سكك الحديد والقطارات يسهل عملية الانتقال، وعملية الانتقال عملية يعني هي الفيصل في العملية التأخر، يعني هو يعني سكك الحديدية هذه ليست فقط صراحة تقلل من كلفة النقل، ولكن الوقت هو مهم، يعني الوقت راح يختصر الى اقل يعني الى ساعات بين صحار الى 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 ابو ظبي، وبالتالي حتى الحجم، يعني لو كنت انت تنتقل، يعني الشوارع عندنا جميله وممهده بين عمان ودوله الامارات الشقيقه، لكن انت تتحدث عن سرعه، يعني القطار ويعني الكميات اللي راح تنقل من السلع أكبر أيضاً. صحيح. والبضائع كذلك، حتى يعني في المستقبل تدفق بين الدولتين كسياح كمستثمرين، يعني هذا هو اللي يعني نتمنى ان تسقط مثل ما يقولوا ثمار مثل هذه الزيارات، يعني على 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 المجتمع، على مجتمع الشركات العمانيه. نعم. ودائما يعني الحكومه لها دور معين. نعم. طيب الان في سؤال أخير، هناك أيضا اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ما هي الخطوات الواجب تنفيذها للوصول بهذه المذكرات مذكرات التفاهم لتطبيقها على أرض الواقع؟ هذا سؤال في غاية الأهمية حقيقة، ومن المهم عدم التقليل من أهمية هذه المذكرات، ولكن هناك أدوار يجب على 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 مثل ما يقولوا أطراف المعادلة التنموية القيام فيها. يعني المذكرات التفاهم تفتح الأفق، تفتح الأبواب، تؤطر. صحيح. لكن اللاعب الحقيقي كما ذكرت لك هم القطاع الخاص، هم رجال الإنتاج، هم رجال التصنيع، وحقيقة يعني هناك دور كبير معول. يعني نلاحظ الحمد لله حراك جيد في غرفة التجارة وصناعة عمان، لكن طموحنا كبير، يعني الحكومة تفتح الأبواب، ولكن من يدخل هم رجال الأعمال. شركاتنا العمانية نتمنى أن يعني تعظم الاستفادة من هكذا زيارات سامية إن شاء الله. كل الشكر لك الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، خبير اقتصادي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والدراسات، كل الشكر لك. شكرا جزيلا. إذن كانت هذه أولى المحطات في برنامجكم من عمان، بعد قليل محطة أخرى، فكونوا دائما على الموعد.